نظيفه. تمام تمام. اروح دهنه رخامتي بالزيت وعقمه ايديكي طبعا هو الاساسي، لان اوريدي المخبوزات والباستري ما ينفعش فيهم الايه؟ الجلافز. الجلافز صح كده، ربنا يخليك. اتفقنا ان احنا هنعمل سانده وهنعمل فرده، فاروح جايه اللي بيتعمل الاول السانده ولا الفرده؟ السانده زي ما انت شايفه كده قدام، في كل حته الزيت والرخامه ما تكونش سخنه. تمام. تعالي نعمل ايه؟ السانده بص عامله ازاي؟ اه لبان يا رب. اروح جاي دهناها كده من كده. لبانه في نفسها كده. لبانه بصي بايديكي من غير نشابه، بتقول لك يا تفاصيلها بايديكي اهو. بصي لو انت حطيتي سمنه تحت مش هتمشي كده. هو فين هشام راح فين؟ فعلا؟ يعني احنا عشان تفرد بالشكل ده لازم يكون زيت. زيت، عموما زيت اهو. هي دي السانده. ها؟ السانده؟ دي السند. اه اهم حاجه تروحي جايه مطبقها كده بعد ما تفرديها وورقيها كده. يا تفاصيلك الله. حلو قوي، ربنا يخليك يا اتش. واروح جايه هنا اهو مريحاها كده. تمام. اروح جايه بقى عامله الايه؟ الفرده الكبيره اللي هتبقى جوه اساس الفطيره بقى. اهو هديها كده، ومن هنا زيت ومن هنا زيت. وافردي افردي 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 بايديكي او بالنشابه، بس عشان النشابه تروحي جايه دهناها زيت تاني كده. ام عثمان الدنقلاويه بتقول لنا مساء الخير عليكم، وعايزه اسال الشيف حسن سؤال، ايه الفرق بين الفطير والفطاير؟ تقول لك الفرق بين الفطير والفطاير شنو؟ يعني ايه الفرق؟ يعني ايه الفطاير؟ الفطاير بيخش فيها ماده دهنيه. اه. اللي هي بتحطي جواها سمنه، جواها زيت، جواها لبن. اه. دي الفطائر. لكن ده فطير، دي ده حاجه ثانيه خالص يا ام. بالظبط، بص كده. مزيكا ليه؟ مريحه العجينه. تجيبيها طول، تجيبيها عرض وتحتها زيت. ودي نشابه، نشابه يا شيف صح؟ نعم؟ دي النشابه. دي؟ اه. لا النشابه حاجه ثانيه اطول. ديت ممكن تمشي نشابه صغيره، النشابه الكبيره طويله عشان تلف عليها العجينه النشابه. آه. لازم تكون 120 90 سم. والرخامه مختلفه عن دي خالص. تمام. بصي كده اهو، الاصول بتاعتها خشب، لكن مع التطوير يا حسني بقت ستانلس ستيل مش حديد. اه وبقت رخام احيانا. بالظبط، ورخام. اهم حاجه تهوي كده، بصي يعني تشوفي إضاءة عشان تورق معاكي، شوفي الإضاءة أهو. طيب لو اتقطعت مني وعملت مفيش فتحات. مشكلة، ده عجينة عادي، ده عجينة. تعالي بقى ناخد السند أهو عشان أحشي السجاد بتاعتي، أكون دهنها زيت برضو. خدي بالك أهو، الصواني اللي هدخل فيها أكون دهنها زيت يا لميس. أستاذة كريمة حامد بتسلم علينا كتير وبتقول ممكن شيف حسن يقول طريقة الميني بيتزا؟ سهلة سهلة. الميني بيتزا لازم تعمليها عجينه سبونج. كيلو دقيق بياخد معلقه خميره فوريه، معلقه بيكنج باودر، معلقه سكر، نص معلقه ملح، معلقتين زيت، نص كميه الدقيق وميه. تمام ماشي. بص كده السنده بقى، احط السنده. اه عشان الحشو، بص الرق، بص العجينه احنا مهويينها سمك ايه، ما ينفعش احط عليها الحشو على طول، فلازم اعمله سند اهو. افرديها كده. تعالي بقى اتفقنا الايه دي؟ القشطة والسمنة البلدي. القشطة والسمنة البلدي. لو ما حدش عنده سمنة بلدي يقدر يستخدم أي سمنة تانية؟ سمنة صناعي، هي مشكلة؟ طب الزبدة الصفراء؟ يا جماله. طيب. إحنا متعودين على السمنة البلدي وريحتها. هو الصراحة لا يعلى عليها. بالظبط، إحنا متعودين على كده، وأروح جاية جايبة القشطة البلدي في كل حتة كده. يا داليا. ألو. يا صباح الصباح. يا صباح السما، يا نهارك قشطة يا داليا. اهلا اهلا يا داليا، مساء الفل عليكي. كتير كبير، مساء الخير، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انا بنحبك قوي انت كمان. ميرسي ميرسي من ذوقك، وانا كمان بحبكوا اكيد. انت جميلة. اهلا بالستات كله بيحبكوا. انت جميله. الله يخليكي من ذوقك. حابه تسالي الشيف حسن عن اي وصفات؟ اه طبعا، بس انا عايزه عني معاذ بالنجاح. حاضر اكيد يا مهاب. ألف 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 مبروك يا حبيبي. ألف مبروك يا مهاب. الله يخليك، وعقبال يوسف بقى في الثانوية إن شاء الله. الله يخليك يا رب. تسلمي يا رب، ميرسي جدا، ميرسي على تليفونك، ويا رب تشوفيهم عرسان كده يا رب. بصي بقى، أروح جاية قافلها، وقال لي زود. أه. فزودت له. زود إيه؟ الحشوة؟ الحشو. أه، الولاد؟ الولاد.
بص اهو بنفس الطريقه ورقي وبص كده على التوريق اهو. طب تعرف انا بقى الحاجات اللي حشوتها كتير ما احبهاش يا شيف؟ ايه؟ عكس، انا ما احبش الحشوه الزياده. ليه؟ لا تعالي بقى بص، انا بحب توازن العجينه قد الحشوه. الصينيه يا حسني. هو حسني اللي موصي ولا ايه؟ اه موصي. بص يا حسني دهناها زيت، الصينيه مدهونه زيت ماشي، واروح واخداها حطها على ايه؟ على ظهرها كده على القفله بتاعتها. ايه ده بقت السنده فوق؟ اه واروح ايه؟ السنده بقت فوق. ليه؟ تعالي بقى نشوف السنده فوق ليه؟ ليه؟ لا السنده يبقى فوق، ما هي فوق خلاص. بصي بقى القميص مدهونه زيت اهي، اغطيها كده واسيبها. بصي بقى بعد ما ريحت قابل لي ايدي زيت، خدي بالك اهو وافرديها. بصي هتمشي معاكي ملبن. الفرده الاخيره دي بس ايديكي تكون بلها زيت. بصي ايه اللي بيديها كريسبي وبتبقى مقرمشه كده من بره يا شيف؟ العجينه بتاعتها.